من الممكن للحامل أن تركز بشكل كبير على تناول التمر في الأسابيع الأربعة الأخيرة لتسهيل عملية الولادة، لكن يفضل أن تأكل الحامل القليل من التمر في فصل الصيف لأنه قد يسبب ارتفاع في حرارة الجسم نتيجة غناه بالسكريات. حتى اليوم أظهرت كافة الدراسات التي تم إجراؤها في هذا الشأن أن التمر مفيد بشكل إيجابي في تسهيل الولادة وتخفيف الألم واختصار وقت عملية الولادة. إن التمر غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة مثل الألياف الغذائية والبروتينات والفيتامينات والمعادن المتنوعة. التمر يحمي الحامل من الإمساك، والسبب احتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية. إن تناول التمر بانتظام أثناء الحمل يساعد على تسهيل عمليات الهضم وتحسينها ومكافحة الإمساك المزعج الذي قد يترافق مع الحمل، كما أن تناول التمر يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول، بالتالي تخفيف كميات الطعام التي تأكلها الحامل والحفاظ على وزنها الصحي. كما يحتوي على فيتامين كاف المفيد جدا لصحة الجنين، فيولد العديد من الأجنة وهم يعانون من نقص في مستويات فيتامين كاف، كما يحمي الحامل من فقر الدم. والسبب منسوب الحديد العالي في التمر، فإن من فوائده أنه يساعد على حمايتها من فقر الدم بتزويدها بالحديد اللازم وبطريقة طبيعية. الحديد مهم جدا لتقوية مناعة الأم والجنين، كما يعمل على مكافحة عيوب الأجنة الخلقية، فيحتوي التمر على نسب عالية من حمض الفوليك الذي يعتبر مهم بشكل خاص لمنع أي عيوب خلقية في الجنين، لا سيما العيوب الخلقية المتعلقة بالجهاز العصبي مثل الدماغ والحبل الشوكي، كما يحافظ على توازن السوائل في الجسم. والسبب احتوائه على البوتاسيوم، فإن من فوائد التمر للحامل أنه يساعد على حمايتها من الوذمة وهي احتباس السوائل، إذ أن تناول التمر بانتظام يساعد على الحفاظ على توازن الأملاح في الجسم وتصريف السوائل الزائدة ومنع احتباسها، كما أن البوتاسيوم في التمر يساعد على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة الكلى ومنع تشنج العضلات أثناء الحمل. تزويد الحامل بكميات جيدة من الطاقة اللازمة أثناء اليوم، كما يعزز من نمو العظام عند الجنين بشكل جيد، كما يساعد المرأة أثناء الولادة عبر توسيع فتحة المهبل وتخفيف الآلام والانقباضات، كما يعمل على الحماية من تمزق الأغشية المبكرة.